وللحديث عن أزمة الغذاء في العراق والتي تتفاقم مع عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والناشط المدني عادل الجبوري. أهلا بك عادل. يعني بحسب الأمم المتحدة فإن العراق يواجه خطر الجوع بمعدلات قياسية. السؤال هنا، ما الذي أوصل العراق لهذا الوضع الغذائي الصعب على حد اعتقادك؟ تفضل. مساء الخير إلى قناة الراشدين وإلى مشاهدي قناة الراشدين. حقيقة العراق يمر بأزمة غذاء عالمية بسبب أزمة الجفاف التي ضربت العالم، وعدم وجود الوفرة المائية لزراعة القمح في العراق، حيث تراجعت من كمية كان قبل العام السابق، العام الذي قبل العام، 5,300,000 طن كان إنتاج المحصول القمح من الأراضي العراقية. العام وصل الإنتاج نزل إلى 3 مليون. نعم. والسنة هذه وصل الإنتاج إلى 2,000,000. ومن المحتمل في العام القادم إذا بقت أزمة المياه بهذا الشكل أن لا يتجاوز إنتاج القمح ب1.5 مليون. وبهالحالة العراق بحاجة كميات كبيرة من الحنطة لغرض سد الاحتياج الشهري للعائلة العراقية، لأنه الحاجة 450,000 طن شهريا، كل شهر 450,000 طن يحتاج العراق من الحنطة. لكن نشوف أنه الشركة العامة لتجارة الحبوب تحاول أن توفر هذه الكميات من بعض الدول، لكن ما اعتقد انه تقدر تكمل هذه الكميات بسبب الحرب الاوكرانيه الروسيه وبسبب الازمه المائيه اللي موجوده اللي مر بها العالم. سيد عادل، ما الدور الذي لعبته السياسات الزراعيه والاقتصاديه في ان يصل العراق لما وصل اليه في تقرير المنظمه الدوليه؟ نعم، يعني فشل الزراعة في العراق بعد 2003 وتدمير الزراعة بالعراق بصورة يعني مقصودة من بعض الدول المجاورة للعراق في سبيل أن يبقى العراق أنه بحاجة إلى الدعم من عندهم، فهذا سبب فشل الزراعة. في زمن العصابة الاقتصادية على العراق ما كنا نحتاج لأنه نستورد، لأنه نسد الحاجة المحلية من الزراعة المحلية، لكن فشل الزراعة بالعراق حكومات التي توالت على السلطة بعد 2003 لعدم وجود يعني إصرار عندهم على أنه يوفرون هذه الكميات من حاجة الشعب العراقي. هذا في سبيل أن يبقى العراق بلد مستورد لهذه المادة، ويحتاج الدول الأخرى التي استولت على العراق مع الأسف. طيب، إلى أي مدى أسهمت حالة عدم الاستقرار السياسي في تنامي هذه الظاهرة في وقت يهجر فيها الأهالي أراضيهم وزراعتهم ويتجهون إلى المدن؟ نعم، هو بسبب أزمة الجفاف وبسبب أنه الحكومات التي تولت على السلطة في العراق اللي ما تساهم في عملية دعم الفلاح، يعني قابل سابقا كان يدعم الفلاح بالبذور ويدعم بالآلات الزراعية الحديثة بالمكننة في كل مكان من مكان الحصاد، كانت حصودة الدولة تقدم حصودة إلى المزارع بتعطي سيارات بيكاب ينقل في حمولته. لكن اليوم يشوف أنه الفلاح العراقي أصبح ما عنده يعني فلوسه اللي يقدمها، فلوس اللي البضاعة اللي يقدمها للدولة ما صرف الا ولا سنتين. رغم وفرة المال الموجود عندنا بالموازنة العراقية، لكن نشوف الفساد الإداري في كل وسائل الدولة، في كل دوائر الدولة. وتشوف اليوم الفلاح العراقي يبتعد، أصبح يبتعد عن الأرض ويحاول أن يجينا مصدر عيشة أخرى غير الزراعة، لأنه بدأت توفي وياه لازم يشتري بكينه ولازم يشتري بذور، والبذور اللي تجي العراق كلها بذور سيئه
قبل كان اكو دائره اسمها مختصر استيراد البذور من افضل البذور. نعم. يتم استيرادها الى الفلاح العراقي وتعطى مجانا. هسه ماكو شيء مجانا، يعني ينطون سماد للفلاح العراقي. هسه ماكو سماد، سماد الفن وصل فوق المليون دينار. فهذا كلها اسباب تخلي الفلاح يترك الارض ويتجه الى العمل في الحضاره، المدينه الحضريه، يبيع ويشتغل عماله، لكنه ما يروح على الارض، لانه ما اصبحت توفي متطلبات الحياه للعائله الفلاحيه. من بغداد كنت معنا عبر الهاتف الصحفي والناشط المدني عادل الجبوري، شكرا جزيلا لك.